السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي إلى كل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش نتحدث اليوم في موضوع نتاع الدراسة في الخارج وتحديدا في فرنسا باش نفيد سيما الشباب اللي عمرهم ما خرجوا واللي ما يعرفوش لا فرنسا ولا غيرها من الدول وقبل ما نتحدث على الدراسة على الإيجابيات نتاعها وعلى السلبيات اللي قادر الإنسان الطالب لما يخرج ويدرس في الجامعة راه رايح يواجهها بودي هو أن ألفت انتباه بعض الإخوة وبعض السياسيين اللي راهم متضمرين من الوضع اللي راه الجزائر سيما بعد هذه الصور وهذه الفيديوهات التي انتشرت اليوم 29 أكتوبر 2017 يعني عشية ذكرى نتاع أول نوفمبر فيديوهات اللي راكم شفتوها في الجزائر العاصمة وتحديدا في المركز الثقافي الفرنسي كنت تحدثت في وقت سابق وقلت لكم من أنه كان هناك صراع حول النفوذ في الجزائر كاين ناس حابين يفرضوا هذا النهج الامريكي ومن لفه لفه، كاين الناس اللي هما حابين يبقوا يعني مواصلين في سياسة نتاع الوصايه الفرنسيه في الجزائر، هذه فقط كمدخل على جل باش تفهموا فيما بعد ما الذي راه يجري، الجامعه في فرنسا خاصه فيما يتعلق بالاجانب، هذه الامور هي ليست مفتوحه غير هكذاك برك، وانما عندها خلفيات والناس اللي راهم دايرينها ما دايرينها وفق الدراسة ما مش دايرينها غير هكذاك برك يعني اروح اقرا ودي الدبلوم وروح وداخل في هذا الاطار هذا اللي كنت نحكي لكم عليه حول النفوذ فرنسا شوف خاصة في السنوات الأخيرة من أنه فيه دوميناسيون كاين دوميناسيون تاع لونجلي مش فقط في العالم وانما وصل لها حتى لفرنسا بالتالي الناس اللي راهم درك هما دارسين وواصلين الى مستويات مختلفه فكروا على جال هما يستقطبوا الناس اللي هما يجيو يدرسوا في الجامعات الفرنسيه على جال باش هما يبقاو محافظين على الثقافه نتاعهم ويبقوا محافظين على اللغه نتاعهم وعلى النفوذ نتاعهم بطبيعه الحال وبالتالي داروا عقود خاصة في إطار هذا الاتحاد الأوروبي وكان هناك تبادل بمعنى أنه فيه بعض الطلبة الفرنسيين اللي يروحوا يدوسوا مثلا في سويسرا أو في ألمانيا أو في كذا بالإضافة إلى أنه فيه جحافل ولما نتحدث أنا في هذه الأشياء مانيش نحلل راني يعني نتحدث من باب الواقع اللي أنا عشته ونشوف فيه فيه جحافل من الطلبه اللي راهم يجيوا وانا شخصيا درسوا معايا في الجامعه في فرنسا كل واحد عنده تخصص في مجال معين اذا هذه المساله هذه اللي راكم شفتوها انتم اليوم راي العين في الجزائر العاصمه عشيه اول نوفمبر هذه ما هيش جات هكذاك برك قال والله بعفوية وإنما المسألة مخطط لها درك شكون اللي يقف وراء هذا الأمر هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى متابعة لأنه تسويق هذه الصور تسويق هذه الجحافل في هذا الوقت بالذات عنده علامات استفهام سيما هو انه جاء بعد شائعات اللي راها تروج داخل الوطن وفي الخارج جاء بعد التصريحات هذه نتاع وزير الخارجيه هذه حول المغرب جاء وراء تصريحات نتاع احمد ويحيى وراء العوده نتاعو ايضا جاء متعلق ايضا بالقضيه هذه نتاع الانتخابات البلديه الى غيرها من المسائل مرض نتاع بوتفليقه الخليفه نتاعو الى غير ذلك من المسائل اللي راها الدور هذه الايام اذا هذا التحرك في هذا الوقت بالذات واثاره هذا الموضوع بالذات نتاع شباب جزائريين جامعيين حابين يروحوا لفرنسا تحديدا بالاضافه الى القوافل نتاع الحراقه ما جاش غير هكذا برك وانما عنده خلفيات وعنده اسباب وعنده حيثيات درك الان نجي القضية هذه نتاع الدراسه في الخارج سيما في فرنسا درك الشباب هذو اللي راهم درك هما رايحين يخرجوا يدرسوا في فرنسا لازمكم تعرفوا بعض الامور سيما من الناس اللي عمرهم لا خرجوا انا ما نقولكش ما تخرجش وما نقولكش انا ما تروحش تقرا في فرنسا او في غيرها وانا راني عايش في فرنسا وانا درست في الجامعه هنا في فرنسا هذه الجامعه التي حرمت منها في الجزائر انا ما نقولكش ما تخرجش ولكن فقط حبيت على جلبش باش نبهك لبعض المسائل فيما بعد تبني انت القناعه نتاعك من منطلق معلومات وفيما بعد الله يسهل عليك انت راك رايح فيما بعد تصادف بعض الامور وتعيشها ذرك هذا الناس اللي راهم رايحين يخرجوهما كل واحد وكيفاه كاين الناس اللي راهم درك هما يخرجوا بالتاشيره بمعنى انه عنده فيزا دي تيود وكاين اللي يخرج هو بدون تاشيره نتاع هذيك تاع تاعد الدراسه يخرج يدير فيزا توريستيك ولا ويخرج هو يطونتي على جال باش يقرا وهنا المساله نتاع الدراسه مش كيما اللي هي يعني مش بالضروره هو انك انت تكون عندك قال مثلا لا ريزيدونس او تكون عندك انت ناسيوناليتي فرونساز تقدر تدخل انت في الجامعه يكون عندك جواز سفر يعني كما نقولوا فيه الصلاحيه وتكون ربما عندك التاشيره تدخل تسجل فيما بعد انت راك راح تقرب بالدراهم لانه الانسان اللي راهو مش هو عنده وثائق رايح فيما بعد يقرب الدراهم اذا كاينين الناس اللي هم يجيو بالمنحه تاع الدراسه يجيو عن طريق الدوله في الجزائر وهذو عاده الناس يعني كيما يقولوا بريفيليجي ناس عندهم وراهم ناس اللي راهم دوك مثلا في السلطه ولا عندهم معارف ولا رجال تاع نفوذ ولا يبعثوهم يجيو يقراو وعاده هذا الناس يعني في الغالبة انا اتحدث من منطلق تجربه من منطلق واقع مانيش نحلل عاده هذا الناس لما يجيوا يدرسوا وانا حتى حضرت التخرج نتاع بعض الناس ومش بالضروره جزائريين يجيو عندهم منحه دراسيه كاين منهم حتى اللي عنده السكن وحتى اللي يجيب العائلة نتاعو يعني تاعه نتاعو ولادو يقرا وعنده منحه دراسيه ولاباس عليه وحتى يدبروا له خدمه وراه يقرا ويعاونوه في الدراسه لانه لو كان ما يعاونوش ما يقدرش ينجح خاصه انه هو انه راه رايح يلقى صعوبات فيما يتعلق باللغه شوف ليش انت المستوى هي راه عنده لا ليسونس ولا عنده الماجستير اللي هي في البلاد لكن لما يجي له هنا مستوى ابتدائي ما راهوش رايح هو يقدر يقرا في الجامعه فيما يتعلق باللغه كاينين الناس اللي راهم درك هما واصلين فيما يتعلق باللغه يعاونوهم يعني في الابحاث نتاعهم في الدراسات نتاعهم وفي الميموار تاعهم هذيك وفيما بعد يتخرج تلمورهم على بالهم به باللي راهو رايح يروح هو للبلاد يعاونوه خاصة إذا راهو مسلك وجاي عن طريق الدولة، يعاونوه، ولكن كاينين الناس اللي هما يجيو بدون هذيك المنحة الدراسية وبدون تأشيرة، رايحين هما لما يجيو صحيح هو أنك أنت تدخل تقرا في الجامعة وراح تلقى ربما أشياء اللي تسمح لك على جلب باش تدرس، دوك نجيو للإيجابيات ما تسرعوش برك، ولكن الدراسة هذه دوك لما يكون عندك مثلا الدراهم، راك قال مثلا أنت راح تدرس ثلاث سنوات، ولا اربع سنوات ولا خمس سنوات شكون اللي راح يخدم عليك؟ راح تلقى واحد هو يخدم عليك، ابن عمك مثلا، اختك مثلا، اه ما على باليش انا، باباك، اه صاحبك، شكون اللي راهو راح وراح يخدم عليك هو باش تقعد انت ثلاث ولا اربعة ولا خمس سنوات؟ ربما واحد يجي راح بيك في البداية، قال تقعد عنده اسبوع مثلا، او حتى ربما يدي بانيك حتى شهر او شهرين، ولكن فيما بعد كيفاش راح تدير؟ تروح انت تقرا لازمك تدير في بالك باللي لازمك تخدم وبالتالي فيما بعد راك راح تلقى روحك في صراع ما تقدر انت تركز على القرايه ما تقدر تركز على الخدمه لانه الخدمه لما تلقاها انت واش راك راح تخدم راح تخدم في الليل تخدم في الليل واش تخدم تخدم اساس ولا تخدم على باليش انا في تاع نيتواياج ولا فاش تخدم ما ديرش روحك بالك قال مثلا راهو عندك لا ليسونس ولا الماجستير اللي هي في البلاد جاي في بالك انت بالك راح تلقى روحك اللي تخدم مدير شركه ولا اطار في شركه ولا كذا ما تقدرش تلقاها صافي كان عندك فعلا يعني كيما نقولوا يد قال مثلا الناس يعاونوك وقال مثلا شركه تاع عارف وانت كذا وربما ماكش ما تلقى هكذا ان بوست هكذا اللي ربما راه راح يساعدك على جلب باش تقرا اذا راك راح تلقى مشكل في في السكن راك راح تلقى مشكل في العمل وراك رايح ايضا تصطدم بواقع لانه الريتم نتاع العيش نتاع هنا في فرنسا مش كيف ما الريتم في العاصمه ولا الريتم في هنا الامور منظمه بشكل اكثر سواء فيما تعلق الامر بالنقل ولا بالدراسه ولا بالعمل ولا بالسكن وبالتالي كاين هناك وثائق وكاين امور مرتبطه ببعضها البعض راك رايح انت تلقى روحك في مواجهه نتاع ما نقولش انا باللي عراقيل ولكن راك راح تلقى روحك في مواجهه نتاع واقع اللي هو يختلف تماما عن الجزائر، بالتالي انت لازمك تدير هذه الحسابات، هذه الاشياء اللي انا بديت بها ربما كاين بعض الناس يحبين هما فقط انت تحكي له الايجابيات، تحكي لك انا الايجابيات نتاع الدراسه اللي راك راح انت تلقاها. مثلا من بين الايجابيات نتاع الدراسه اللي راك راح انت تلقاها بطبيعه الحال لما تكون انت يا عندك بطاقه نتاع الجامعه وتدخل انت وتسجل تقرا في الجامعه وتصير انت تقرا بشكل نظامي فيما بعد انت بطبيعه الحال راك راح تلقى بعض الايجابيات من بينها هو انه تلقى احتكاك بطلبه اجانب من مختلف اصقاع العالم وراك رايح انت فيما بعد تتعرف عليهم تتعرف على بعض الثقافات نتاعهم المختلفه بعض العادات فيما بعد انت هذيك الاشياء راها رايحه تسمى تزيد تنمي لك الثقافه نتاعك وراها رايحه تفتح عينيك على كثير من الاشياء رايح انت ايضا تلقى اساتذه اكفاء والاساتذه اللي هما راهم رايحين يساعدوك ربما في تحبيب بعض المواد خاطر انا شخصيا عشت في الجزائر وراني عايش لهنا في فرنسا شفت انا مثلا كاين بعض الاساتذه سواء اللي هي في البلاد ولا اللي هنا حتى باش ما يكونش الكلام قال غير على خوتنا في البلاد كاين بعض الاساتذه اللي هما يكرهوك يكرهك في اللغه الفرنسيه يكرهك في الانجليزيه يكرهك في العربيه يكرهك في الامازيغيه يكرهك في اي لغه في العالم يكرهك فيها تصير انت فيما بعد تنفر من هذيك الماده عندهم طرق نتاع الدراسة تختلف على الطرق وعلى المناهج اللي موجودة في البلاد ومنهم اللي هو يشجعك من خلال المعاملة نتاعو ومن خلال إشعارك باللي راك مواطن وباللي راك انت طالب في الجامعة وكذا يشعرك هو بهذاك القدر هذاك يخليك انت على جال باش انت تزيد تتحمس وتزيد انت تقرأ منهجية ما كيف في في البلاد منهجية لأنه هما يطوروا في المناهج نتاعهم تلقاهم يبدلوا ويغيروا ويصلحوا ودائما يعني راهم يمشيوا الى الامام شوفوا مثلا حاجه العام هذا عندهم احصائيات عندهم كذا قال واش كاين قال هذه الماده هذه لازم الواحد يصلح فيها قال الماده هذه لازم تنحيها قال كذا وراهم يمشيوا هما الى الامام قضيه نتاع التخصصات تخصصات رايح تلقى تخصصات مختلفه وراك رايح, رايح تغرق في كثرة تاع الخيارات كاين بعض الجامعات مع على انا نظرا لعدد هائل من الطلبه او ربما كاين بعض المواد ماهيش متاحه للجميع نظرا للمعدل او كذا اللي هنا تلقى تخصصات مختلفه وتلقى خيارات كثيره وبالتالي انت راح تغرق بالاضافه الى انك لما انت تلقى الكثره انت الخيارات فيما بعد تجيك صعوبة في إيجاد خيار أيضا فيما يتعلق بالأفكار راح رايحة تتولد عندك أفكار جديدة ليست الأفكار هذيك اللي موجودة في الجزائر ولما أنا نتحدث في الجزائر أنا ما رانيش نضحك عن الجزائر أنا راني ابن الجزائر وأعتز بالجزائريين نتاعي ولكن هذا هو جو عام عيشته الجزائر جاء نتيجة الاستعمار الفرنسي وجاء نتيجة تاع الحكم المستبد المتسلط اللي هو قمع الحريات واللي هو اه وصل البلاد إلى هذه الحالة من التسمم ومن الإحباط ومن اليأس ومن الإحتقان، أيضا الجو العام يعني وين أنك أنت مثلا تلقى ناس راها في القهوة الظل في الدومينو في الكارطة والنميمة والهدرة منا ومنا ومنا راك راح تلقى جو واحد آخر. تا كل واحد لاتي بعمره كل واحد لاتي براسه أه بالتالي انت تولي تركز على القراءة اكثر بالاضافة الى انك لما تخرج مثلا هنا في فرنسا او في غيرها من الدول راك راح تلقى ناس تقرأ تلقى ناس تطالع تلقى الانسان اللي يقرأ عنده مكان انتعه سواء من الكتاب ولا من العلماء ولا من المفكرين مش كيف ما له في البلاد تلقى مفكر ولكن يحكم فيه واحد من توع الحرس البلدي يحكم فيه واحد من البلطاجيه تلقى واحد مثلا خبير في الشؤون الاستراتيجيه قال مثلا برتبه نتاع جنرال او برتبه نتاع واحد قال يعني كبير من الكبراء في الامن وعنده دراسات وعنده تخصصات لم تتح له الفرص ويعطيه الفرصه لواحد نتاع خبير في العجلات كيما علي الزاوي هكذاك يعني لا يستطيع الاتيان بعبارتين لما انت تشوف هذيك الانواع فيما بعد انت الراس نتاعك يولي كلاص يولي ما يخدمش دوك لما تخرج تلقى الناس تقرا تلقى الاطفال الصغار قال مثلا في عمره خمس سنين والله تحدث معاه تلقاه موسوعه تلقاه يعرف النباتات ويعرف الحيوانات ويعرف الـ الـ الالات ويعرف كذا فيما بعد انت هذاك الجو تولي انت لازمك يا اما انك تقرا واما انك تلقى روحك اور بلاك بالتالي لازمك تقرا لازمك تتعلم والكثير من الاشياء الايجابيه بطبيعه الحال كل انسان والمكتوب تاعو كاين الانسان اللي ربما راهو شاب مثلا عازب وربما تتاح له الفرصة على جل باش هو يتزوج ربما يلقى واحدة تصير شريكة نتاع الحياة نتاعو في الجامعة ولا كذا فيما بعد يتزوج وربي يفتح عليه الأبواب من كل الجهات كل إنسان ربي يعاونه كل إنسان ربي يعطي له المكتوب نتاعو درك كاين بعض السلبيات انا نحكي يعني لكم على السريعة كاين بعض السلبيات اللي ربما تواجهها من بين الأشياء اللي راح تواجهها راح تلقى العنصرية هذه نقطة أساسية ربما ما تشعرش بها في العام الاول لكن فيما بعد لما تقدم تولي تشعر بها وتحس بها خاصة لما تولي انت تحسن جيدا اللغة وتولي تشعر بالعنصرية تحس بها خاصة لما تواجه عراقيل مختلفة سواء تعلق الامر بالسكن ولا بالعمل ولا كاينة بعض الامور اللي تواجهها من جهات مختلفة ايضا بعض المسائل اللي ربما تواجهها اللي هي قضية نتاع الجو العائلي لما تكون انت في البلاد تعرف باللي تحضر العيد تحضر الموسم تحضر العرس تحضر الواحد مريض تحضر الواحد مات تحضر الكذا وكاين جو عائلي حتى ولو انه راهو مشحون حتى لو انه راه يعني تزعزعت الاسره الجزائريه في هذه السنوات الاخيره سيما وقت الفتنه المهم على الاقل كاين هناك جو عائلي حتى لو الانسان يسبوه ويهدروا فيه ويقطعوا فيه ويقولوا فيه ما يحبوه ولكن غدوه لو كان يموت والله يروحوا يدفنوه ويديروا له العزاء هذاك ويديروا له الجنازه نتاعو ويدفنوه او مثلا يمرض والله يداويه ويعالجوه حتى لو لو راهم يسبوا فيه المهم هذاك الجو ما تلقاش لهنا ايضا مسائل نتاع الاعياد اعياد تجيك اعياد تجيك مواسم تجيك كذا ما دير في باك بلي راك ما تحضرلهاش قادر ربما مثلا يموت واحد من العائله نتاعك واحد من الاصدقاء نتاعك هذه الامور لازمك ديرها بعين الحسبان لان هذه تدخل في اطار نتاع السلبيات دوك انت سميها تضحيات والله الله يسهل لك انا نوضع لك بعض الامور حتى باش انت فيما بعد لما تخرج ما تتفاجئش لازمك دير حساباتك ايضا قضيه نتاع البعد عن الوطن البعد عن الوطن كاين بعض من الناس اللي ربما راه عمره لا خرج ولا ربما عوف عمره لا كان سافر ولا راه يعتقد من أن البعد عن الوطن هذيك راه مساله سهله هذه راها تعتبر من العذاب كاينه بعض الامور خاصه الانسان اللي يكون متعلق بالوطن مش ذاك الانسان لو كان يلقاها بحبه بصله يبيعها مانيش نتحدث انا عن الناس هذوك راني يعني نتحدث على الناس اللي هما يحبوا البلاد ومتعلقين بها الله غالب درك الظروف قال الظروف تاع الجامعه الجامعه مستوى نتاعها كذا الاساتذه ذاك, ذاك 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 الى غير ذلك الاداره بنعم الرشوه مستويات مختلفه المهم هو فكر على جل يخرج ودبر راسه من حقه هو على جل يخرج على جل يقرا وعلى جل هو يحسن المستوى نتاعو لكن كاينه بعض الامور اللي لازمك تعرفها ايضا قضيه الاستغلال استغلال كما ذكرت في بدايه المداخله نتاعي ما لازمش دير في بالك من انه سواء فرنسا او امريكا او بريطانيا باللي راها فاتحه الجامعات تاعها هكذاك بطبيعه الحال من بين الاهداف كاين اهداف اللي هما يعلنوها وكاين اهداف اللي ما يعلنوهاش من بين الاهداف تاعهم هو انه ماذا بهم على جال باش انت في المستقبل تخدمهم هذا امر لازمك ديرو من المسلمات انت اقرا لقيت انت الفرصة على جل باش تقرا ولا باش انت تحسن المستوى نتاعك ولا ولكن في نفس الوقت لازمك تدير هذا الأمر بعين الحسبان ولازمك تفكر في الوطن نتاعك يعني حتى ولو انه خرجت حتى ولو انه انت راه دفعتك الظروف على جال باش تخرج على جال باش تقرا باش تحسن المستوى نتاعك لكن لازم الامر يبقى متعلق بالوطن نتاعك على جال باش انت تقدم حاجه للبلاد نتاعك ولازمك تعرف من انه هذا المساله نتاع الدراسه انت راك درست راك درست في الجزائر وراك لحقت الى مستوى معين وربما تدخل انت في بلد معين سواء فرنسا او بريطانيا او انجلترا والله راهم رايحين هما كيما يقولوا ديلك لك واسمو هذيك تاع روميزانيفو رايحين هما يديروك بعض التحسينات هكذا والله وفيما بعد انت ما تنسى البلد نتاعك يعني قال مثلا كيما واحد من اللاعبين هذيك لعب في البلاد وكبر في البلاد ومنا ومن بعد يروح يلعب لك مقابله والله زوج والله في الخارج والله خلاص صار انسان لاعب دولي ومن بعد يولي طنطخ على عباد الله لازمك تبقى انت تتذكر البلاد نتاعك وتفكر في المستقبل درك اذا كان انت راك تقول وراك انت تنتقد في هذا الوضع اللي انت راك محق فيه قال الوضع راه بائس وضع كذا لازمك انت تفكر في انقاذ البلاد يعني انت غدوه لما تقرا توصل سواء تجيب انت ماجستير ولا تجيب الدكتوراه او تجيب لا ليسونس ولا كذا لازمك تفكر على جال باش انت غدوه تنهض بالبلاد نتاعك غدوه تخدم البلاد نتاعك ما تفكرش انت غير فقط في السيتياسيون نتاعك قال غدوه انت دير الدار ودير طوموبيل وتعيش لا بيل والبلاد هذه تعطيها بكتبي لا لا اذا كانك فعلا جزائري وتخمم في البلاد فكر في البلاد نتاعك ولو على مستوى بعيد قال في وقت معين هكذا فطرة نتاع شباب ومانيش عارف انا المهم نتا خمم على المستوى البعيد هو انك دير حاجه للبلاد نتاعك هذه باختصار المداخلة نتاعي أتمنى هو أن راني أفدتكم ببعض المعلومات المتعلقة بهذه الدراسة في الخارج بطبيعة الحال أنا ما راح نوصف التفاصيل أعطيت لكم فقط بعض العناوين هكذا أتمنى هو أن راني أفدتكم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته